حياكم الله جميعا. من المعروف أن بيوت النمل تكون تحت الأرض، يحفر النمل جحوره تحت الأرض بمسافات ربما متباينة. أما أن يكون بيوت النمل فوق الأرض بمستوى يصل إلى 3 متر أو أكثر، فهذا شيء غريب لا نجده إلا في مناطق السافانة هنا في ولاية غرب أستراليا في منطقة كارجيني ومنطقة إكس ماوث. سنتحدث عن هذه الظاهرة، ظاهرة وجود ممالك النمل. بنظرة سريعة على أحد بيوت النمل مهشم من بعض الجوانب، نجد في داخله عبارة عن طوابق وكأنها غرف للسكن كما تشاهدون بهذا الشكل. وهذه الأبنية التي يقوم النمل بصناعتها من خلال الفم بجمع التراب من المنطقة المجاورة لتأخذ هذا الشكل وهذا الحجم الكبير الذي يرتفع ربما إلى أكثر من 3 متر كما تشاهدون. وكما ذكرت قبل قليل، إذا حاولت أن أكسر بعض الجوانب فوجدت كأنها عبارة عن تشبه خلايا بيوت، غرف متشابكة متقاطعة بهذا الشكل الهرمي لما يعرف ببيوت النمل أنتيس هاوسز. وبالعودة إلى موضوع بيوت النمل، كما نشاهد هذا الارتفاع الهائل قد يصل إلى حوالي 2.5 متر. هذه طبعا بقايا للبيت. أثناء البحث في المراجع والمصادر حول أهم الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع، موضوع بيوت النمل، وجدت أن بيوت النمل هذه، النمل الخاص هنا الذي ينتشر كما تشاهدون في هذه البقعة، هنا بيت آخر، هناك بيتين كما تشاهدون، أن النوع النمل المعروف هنا الذي أسس هذه البيوتات هو تيرمايت، يسمى بالتيرمايت. وهذا النوع هو لونه رأس أسود، البدن أبيض تقريبا، حجمه يكبر النملة الاعتيادية. طبعا لهذه البيوت ملك وملكة، وأعتقد أن هذه البيوتات تسكن لفترة موسم معين، لأن الآن كما تلاحظون هذه البيوت مهجورة ولا يوجد نمل في داخلها، لكن إذا اقتربنا كثيرا نجد دقة كبيرة في هذه البيوتات، عبارة عن غرف من ربما مئات الطوابق من الأسفل، الطابق الأسفل هنا، ثم نرتفع قليلا 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 إلى البيوتات في القمة. طبعا الشكل الهرمي مخروطي في القمة أعلى، وهناك طبعا عدد من البيوتات مهدمة وبعضها لا يزال قائم مثل هذا البيت. وهناك كما ذكرت قبل قليل هناك بيوت منتشرة في هذا الوادي، هذا بيت، هذا هنا بيت، هنا بيت آخر ثاني، هنا بيت ثالث أيضا موجود. وهناك تحت هذه الشجرة لو تلاحظون هناك بيت متهدم، ربما كانت ارتفاع، ربما الشجرة مع مرور الوقت هدمت ارتفاع البيت. ودعونا نلقي نظرة على البيت المهدم من الداخل، نجد أن الرمال من نوع خاص مع هذه البيوتات اللي عبارة عن غرف تشبه الخلايا، تشبه هذه الخلية ساقط على الأرض هنا، وهذا هو البيت المهدم. إذن هذا شكل البيت من الداخل، هذه مقاطع لهذه البيوتات المميزة لنوع معين من النمل. ذكر النمل في القرآن الكريم عندما تكلمت النملة مع سيدنا سليمان، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم، سبحان الله الخالق لكل شيء في هذا الأمر. نحن الآن في ولاية غرب أستراليا في مدينة كارجيني،
التاريخ الأول من أكتوبر 2022. مع تحيات أخوكم دكتور قصي التركي.